يسعد اوقاتكم حبايبي من وين ما كنتوا عم تحضروني، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. اول شي بدي اتشكر كل حدا عم يدعمني وعم يحط لي لايك ويشجعني بتعليقاته الحلوه، خلي لي اياكم يا رب. هيك عندي طلب صغير منكم، بليز اذا حبيتوا الشي اللي عم اقدمه لو سمحتوا انشروا قناتي بين اهلكم واصحابكم حتى تكبر عيلتنا الحلوه. وهلا خلوني احكي لكم عن فيديو اليوم. هو عباره عن طبخ وتنسيق سفره لعشاء، هيك عشاء لطيف وهادي مع زوجي وبنوتي. هلا شو المناسبة لهالعشاء؟ مناسبته انه كان زوجي مسافر يومين، فحبيت اعمل له مفاجأة بس يرجع. من اول ما تزوجت لحد هلا كل ما بيسافر زوجي كم يوم لازم بس يرجع اعمل له سفرة اكل مرتبة وزينها، وبالعادة كنت زين البيت. رح احط لكم مقاطع من سفر قديمة وكيف كون مزين البيت، بس هالمرة ما لحقت زين لانه مدة السفر كانت قصيرة، وبالعادة كنت زين بيوم وبطبخ يوم، بس هالمرة ما لحقت. فاكتفيت اني عملت هيك عشاء بسيط، والاكلات اللي ساويتها هي اكلات بسيطة وسهلة. والمقاطع اللي رح تحضروها هلا قبل ما ابدا الفيديو معكم هي مقاطع قديمة والتصوير كان غير يعني، بس حبيت اعطيكم افكار حتى تستفادوا اذا كنتي مثلا حابة تحتفلي انتي وزوجك بشي مناسبة خاصة. وهلا خلوني ابدا معكم باول شي بدي ساوي. بدي اعمل دجاج بالفرن، اكلة طيبة وسهلة وتحضيرها ما بياخد وقت. مقادير التتبيلة اللي عندي لاتنين كيلو من افخاد الدجاج. هلا هي التتبيلة اللي بدي حطها فوق الدجاج. اول شي عصرة 4 ليمونات، وبعدين حطيت بحدود 4 معالق اكل زيت زيتون، ورح ضيف عليهم معلقة بهارات الدجاج. هلا اذا ما عندكم بهارات الدجاج فيكن تلغوها مو مشكلة. وحطيت ملح حسب الرغبة انت قديش بتحبي ملوحة الاكلة، وكمان ححط معلقتين صغار توم بودرة. هلا التتبيلة الشي الأساسي فيها هو الليمون وزيت الزيتون والتوم، وعدا ذلك على حسب رغبتك شو بتحب تضيف منكهات إلها. وكمان رح أحط هلا معلقة صغيرة من البهارات السبعة، وعندي هون بحدود 12 سن توم مهروسين رح أضيفهم كمان. ومن بعد ما غسلت الدجاج وحطيتهم بصينية الفرن رح احط عليهم التتبيلة وادهنهم منيح حتى يتبلغوا كلهم. بس اول شي لازم حززهم بالسكين، انا هون كنت نسيانة ومستعجلة، فمنيح اللي تذكرت فورا وداركت حالي. هلا التحزيز بالسكين مشان الدجاج يشرب التتبيلة كلها ويتبلغ كله من جوا. وحطيت كمان تحت الجلدة مشان يتنكه كله ويتبلغ بكامل النكهة. واللي زاد حطيتهم كلهم فوق الدجاج. كان المفروض احط بطاطا تحت الدجاج، بتطلع نكهة البطاطا كتير طيبة، بس ما بعرف ليش نسيت اقطع شرحات بطاطا، فيلا مو مشكلة حاعمل بطاطا مقلية بدالهم. وحطيت الدجاج بالفرن، كنت حاميته من قبل على درجة حرارة 160 حتى يستوي على مهله. وهلا رح اقطع البروكلي حتى اسلقه. هلا انا الصراحة نادرا اجيب بروكلي، ما كتير بحبه ولا لي مرق فيه، فما بعرف اذا هو هيك طريقة سلقه او لا، لانه اللي بشوفه على الانستا بيكون لونه اخضر، وانا طلع معي على لون اصفر يعني ماله هيك لون اخضر فريش. هلا هل انا زودت عليه بالسلق او هو بالاساس ما بينسلق وهيك بيتاكل ني؟ بس هو قاسي يعني كيف بده يتاكل بلا سلق؟ انا بالاساس جبته لانه بنوتي طلبته وكانت شايفته على التي في، وضل على الان ببالها يعني بدها بروكلي بدها بروكلي، فجبت لها اياه.
فبليز اللي بتعرف كيف بينسلق ويضل لونه اخضر تكتب لي بالكومنتات. وكمان هون قطعت جزر، كمان بدي اسلقه. طيب الجزر المسلوق كتير بحبه، وحطيت عليه هاي المطحون وشوية ملح، وحطيت مي وحاسلقهم مع بعض. ورح بلش كمان بمساواة السلطة. غسلت الخسة وما عندي وقت اتركها تنشف لوحدها، فرح احطهم بهاي العلبة، جايبتها من زمان من ايكيا، الظريفة بتنشف الخضرة فوال. اكتر شي بستخدمها للبقدونس حتى يضل فريش وظريف وينشف بسرعة. ومثل ما راح تشوفوا هلأ نزل من الخس كل شي مي وصار ناشف. كتير بحب السلطة الخضرة، سهل مساواتها وطيبة مع هالأكلة، خاصة هاي الأكلة ناشفة ولازمها صحن سلطة جنبها. بتعرفوا شغلة هلأ، نيال الناس اللي بيحبوا يبدوا أكلهم هيك بصحن سلطة ويكون عندهم نظام غذائي صحي، مو على طول بيجي عبالي أكل سلطة، مع أنه هذا الشي غلط. لازم يكون على الطاولة دايما في صحن خضرة، يعني بيعبي الواحد أول شي معدته بشي مفيد بعدين بياكل الأكلة الرئيسية. هيك شفت هداك اليوم على الإنستا أنه صحن الأكل لازم يكون نصه سلطة وربع بروتين وربع كربوهيدرات. طبعا أنا صحني بيكون كله بروتين وكربوهيدرات ونشويات عبال ما أوصل لهديك المرحلة ويصير نص صحني سلطة. هون حبيت زين صحن السلطة بتقطيع الخيار بهالشكل، جربتها من قبل كذا مرة لحد ما زبطت معي شوي. قطعت الخيار بهالشكل وشكيتها بالنص بعود الشوي، وبعدها رح قطعها مثل الحلزون وببرم العود الخشبي وبضل حط السكينة على الخيارة. طبعا لا تفكروا كمان هون زبطت معي من اول مرة، لا هي تاني محاولة الي. هلا بتقولولي لي شو هالعذاب، رح جاوبكم بكل بساطة وقولكم انا بحب شوف الاكل مزين ومرتب. عندي مثل بيقول العين بتاكل قبل التم. هلا شايفين كيف انا حاطة السكينة على الخيارة وعم ببرم العود الخشبي. هلا هو المفروض انه ما اقيم السكينة ابدا عن الخيارة وضل عم ابرم العود الخشبي، بس يعني غلطت شوي مو مشكلة. هلا بتشوفوا كيف حتطلع معي الخيارة مثل حلزون. وهلا رح اسحبها من العود الخشبي ولفها على بعض حتى تعطيني الشكل اللي حتشوفوه هلا. حلو كتير التزيين وتنسيق وترتيب السفرة، يعني بيلفت النظر خاصة إذا كان عندك عزيمة وحابة تبهر ضيوفك بشي جديد. وهيك خلصت مساواة السلطة. آخر شي ححط نعنع يابس، ما كان عندي بقدونس فحطيت نعنع، ورح حط ملح وزيت زيتون وليمون. هاي السلطة كتير سهلة ما بتاخد معي وقت، خاصة إني كنت بادية الطبخ شوي متأخرة. وهلا اعطوني رأيكم بالكومنتات، بالله حبيتوا الصحن ولا لا؟ يعني مو هيك صار شكله ملفت للنظر؟ يعني هلا بتقولوني انه هو صحن سلطة ما فيه شي، اي بس يعني حلو التنزين، يعني هي عبارة عن هيك شرحات خيار وفوق بندورة كتير حلوين. وهلا رح ساوي معكم عجينة كتير سهلة وطيبة وما بتاخد وقت. هاي العجينة فيكم تستخدموها لكذا حشوة وبكذا طريقة. هي عجينة العشر دقايق، انا بدي استخدمها بواري اقماع مثل ما هلا رح تشوفوا. بس خلوني اول شي ابدا معكم بمقادير العجينة. اول شي العجينة فيها مرحلتين، المرحلة الاولى رح اضيف عليها كوب طحين ومعلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر ونص معلقة صغيرة ملح، وبحركهم منيح لحد ما يتبلغوا كامل الطحينات، وبعدها بضيف كاسة مي دافية وبتركها تختمر 10 دقايق. هي اسمها عجينة العشر دقايق، فكل شي بدي اياه بيكون بعشر دقايق. وهلا رح اغطيها بالنايلون وحطها بالمايكرويف. طبعا المايكرويف هو مكان دافي، يعني لا رح شغله ولا شي، بس بيخليها تختمر بسرعة يعني. ومن بعد ما مضوا 10 دقايق واختمرت العجينة وارتاحت منيح،
شايفين كيف هيك نفشت وارتفع حجم العجين؟ راح اضيف باقي المكونات اللي هن كوب ونص طحين. هذا الطحين اللي انا بستخدمه متعدد الاستخدامات، يعني ما في طحين معين بحد ذاته، اي طحين بتلاقيه بالسوق منيح. وكمان راح اضيف معلقة كبيرة حليب بودرة وربع كوب زيت نباتي. وهلا رح اعجنها منيح، وبعدها برجع بغلفها بالنايلون وبتركها ترتاح كمان 10 دقايق. ومثل ما قلت لكم بحطها بالمايكرويف، ما له شغال ولا شي، بس هو مكان دافي بيحبس الحرارة. وبين ما ترتاح العجينة رح ساوي الحشوة اللي بدي استخدمها، هي حشوة التونة، كتير لذيذة وسهلة. استخدمت علبتين تونة، اي نوع تونة انتو بتحبوه، ان كان بالزيت النباتي او بالملح على راحتكم. وضفت لهم علبة ذرة صغيرة ورشة ملح، وكمان رح حط لهم البهارات السبعة، كتير بتعطيها نكهة كتير طيبة. وهون مقطعة مكعبات كتير صغيرة مخلل الخيار، استخدمت بحدود حبتين خيار، وكمان مقطعة ربع بصلة قطع ناعمة كتير. ومشان الصوص حطيت معلقة أكل مايونيز وعصير ليمونة، بس هيك هذا اللي استخدمته مع الصوص. انتو فيكم تحطوا أي صوص انتو بتحبوه. وبهالفترة كان عندي الدجاج استوى وخلص، وراح انقله على صحن التقديم. شوفوا لي لونه كيف طالع حلو وبشهي، وما بدي احكي لكم عن النكهة، كانت كتير كتير طيبة. كمان زينت صحن الدجاج بشي بسيط ورجعت حطيته بالفرن حتى يضل سخن. وطبعا قبل ما يوصل زوجي بعشر دقايق تقريبا سخنت الصحن مرة تانية بالفرن حتى ناكله سخن. وبعد ما مضى 10 دقايق على العجينة رح افردها ومدها بشكل تطلع كتير رقيقة ما لسميكة، لانه بتنفش شوي بالفرن. ومثل ما قلت لكم حتطلع معكم ظريفة، لازم تتركوها اول مرة ترتاح 10 دقايق، وتاني مرة كمان 10 دقايق، بس ما تكتروا عليها اكتر. وحطيت الطحين على الكاونتر مشان ما تلزق معي. ومن بعد ما مديت العجينة وفردتها رح ارفعها شوي عن الكاونتر. هلا هي الحركة ضرورية مشان وقت تقطعوا العجين ما يرجع يكش ويتقلص معكم. اول شي رح اقطعها من فوق لانه ما قدرت مدها كلها وافردها، الكاونتر عندي ضيق. رح اقطعها شرايط ضيقة، عندي هدول البواري شاريتهم من محلات ابو خمسة. رح لف كل شريط وابرمه على القمع مثل ما رح تشوفوا هلا. انا هون ساويت نص كمية العجين تقريبا، تركت الباقي لتاني نهار، ما بيصل شي بالبراد، بس بتطلعوها قبل بساعة وقت بتكون ترجعوا تشتغلوا فيها. هاي المقادير بتعمل كمية منيحة من البواري. وهلا جبت صينية الفرن ودهنتها بزيت النباتي
وصفيتهم بالصينية، ومن بعد رح ادهن وشهم ببيضة مع معلقتين حليب مشان يحمر الوش ويعطيني لون حلو. وبهالأثناء بين ما أدهن وشهم بالبيض، أنا كنت حميت الفرن على درجة الحرارة 160، بحطهم بالفرن كمان مدة ربع ساعة مو أكتر. طبعا بشق عليهم بعد 10 دقايق بشوف إذا من تحت أحمر لونهم ولا لا، وبشغلهم من فوق كمان 5 دقايق بس ليعطوا لون حلو. وهيك صار شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن. غفلت عنهم دقيقة الله ستر مو أكتر، ولا كانوا احترقوا معي. الأفضل تتركون يبردوا شوي بعدين بتشيليهم من القمع، بس أنا كنت مستعجلة وحرقت إيدي مشان أخلص بسرعة. وهلا رح أحشيهم بحشوة التونة وحطهم بهيدا الستاند. وخلصت هلا الأكلات، مثل ما قلتلكن سهلين وطيبين وما بياخدوا وقت معكن. وحنتين لطاولة السفرة حطيت عليها شوية قلوب جايبتهم من زمان من جولي شيك، قلت بيعطوا منظر حلو. وحابدأ بنقل الأكل على الطاولة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا وعجبتكم الأكلات. وهلا كتبوا لي رأيكم حلو بالتعليقات، وبليز لا تنسوا تحطوا لي لايك حتى تدعموني. وإذا مالكم مشتركين بالقناة وأول مرة بتشوفوني، لو سمحتوا اشتركوا بالقناة وبعتوها لكل أصحابكم. وبهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بشوفكم على خير حبايبي، بأمان الله، باي باي.